في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات الصحية وتسهيل الإجراءات على المترددين على مرافق مجمع السلمانية الطبي، أعلنت إدارة السلمانية عن استمرارها في استئناف الخدمات الطبية تدريجيا بالمجمع، وذلك وفق خطة مدروسة. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتورة أمل الريس، استشارية جراحة عامة وجراحة الأورام بمجمع السلمانية الطبي. دكتورة، بداية نرحب بك، ولو توضحي لنا مراحل عودة الخدمات في مجمع السلمانية الطبي بشكل تدريجي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. احنا بداية الحقيقة نحب نشكر البورد اوف تراستيز، مجلس امناء مستشفى السلمانية الطبي والرئيس التنفيذي الدكتور احمد الانصاري. في اخر شهر اغسطس كنا نتعامل مع ارقام ابتدت تتضاءل للحالات المشخصة للكوفيد 19، وبناء عليه طلع تعميم بتكوين لجنة لدراسة اعادة الخدمات الصحية المتوقفة في ظل الجائحة. للأمانة بعد ما طلع التعميم بأقل من أسبوع واجهتنا مشكلة أساسية، وهي الموجة الثانية للجائحة، وعليه قمنا بوضع خطة تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل الحالات الطارئة والمستعجلة، والتي تشمل جراحات الأورام بجميع أنواعها، حالات تفتيت الحصوات المتوقفة لأكثر من عام الآن، كذلك حالات التنظير للمعدة والقولون واللي صار لها متوقفة كذلك لمدة سنة، وكذلك الحالات التي تندرج تحت طائلة الحالات الجراحية المستعجلة بسبب وجود أعراض متكررة تستدعي عودة أو مراجعة المرضى إلى المجمع في الطوارئ. المرحلة هذه اوريدي ابتديناها في 25 من أكتوبر، بعد ما وضعنا خطة كاملة تتضمن التعرف الأول على المستحقين من المرضى. في لجنة تدرس هذه الحالات وتقوم بتفعيل المراحل اللي يمر فيها المريض، والتي تشمل ليس فقط الخدمة السريرية المقدمة، كذلك تضمن سلامة هذا المريض من عدم تعرضه لكوفيد 19 أثناء تواجده في المستشفى، للخضوع لمثل هذه الإجراءات الطبية أو الجراحية. جميع المرضى اللي يدخلون المستشفى يصير لهم فحص للكوفيد 19 في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل الإجراء، سواء كان التنظير أو العملية وما إلى ذلك. إلى اليوم الحمد لله قمنا بعدد يفوق 500 حالة جراحية، بالمقارنة مع الأعوام السابقة هذا يعتبر تقريبا أداء بنسبة الثلثين من الحجم الاعتيادي مع نهاية شهر نوفمبر الحالي. حاليا كذلك اللجنة تدرس ابتداء المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن طبعا مرحلة إشغالية أكبر من اللي سبقت، استيعاب عدد أكبر من النوعيات من العمليات الجراحية، عدد أكبر من الزيارات في المجمع نفسه. نعم، احنا بصدد ان المرحلة الثانية نبتديها ان شاء الله قريبا، يمكن على اخر شهر ديسمبر او بداية يناير، وهذا يعتبر سبق لان احنا في البداية تعرفنا على شهر فبراير او مارس 2021 لبداية المرحلة الثانية، ولكن الحمد لله في ظل الجهود والمساعي الكبيرة والمكثفة والاحتواء الكبير اللي صار لحالات المشخصة للكورونا، ارتئينا ان نقدم الوقت لبداية المرحلة الثانية، وطبعا هذا بعد موافقة مجلس الأمناء برئاسة الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الأنصاري، وأكيد بعد الموافقة العليا من صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبد الله رئيس المجلس الأعلى للصحة. نعم، إذا الدكتورة أمل الريس، استشارية جراحة عامة وجراحة الأورام بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.